كلف وزير الاسكان شريف الشربيني هيئه المجتمعات العمرانيه بالاسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القوميه منها وحدات المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين ومشروع التجلي الاعظم ومشروعات مدينه العالمين الجديده. كما وجه الوزير بتعزيز التواصل مع الشركات العالميه لاقامه مصانع في المناطق الصناعيه بالمدن الجديده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين الصناعات المحليه.